وأكيد يهمنا كمان نستعرض معاكم آخر الأخبار والمستجدات المهمة في موجز من السعودية. مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. مجلس الوزراء يوجه بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة. ولي العهد يطلق شركة السودة للتطوير باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال. برنامج الغذاء العالمي، الدعم السعودي يؤمن الغذاء لأكثر من 2,200,000 يمني. البنك الدولي، المملكة تتقدم للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة في المرأة. جناح المملكة في آيديكس، 70 شركة صناعة عسكرية بالمملكة بحجم استثمارات 24 مليار ريال. وزارة العدل تعتمد الهوية الرقمية للمواطنين في المحاكم. انطلاق جائزة الابتكار الرقمي لدعم الأبحاث والاختراعات الرقمية.